هذا الصوت؟ ايه الو لا واحد هوني عندك الكتاف 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 أما أنت أيها العدو الصهيوني، نعم، لقد قتلت الشهيد القائد محمود المبحوح، نعم، قتلته، آلمتنا بقتله، ولكنها الحرب سجال بيننا وبينك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لن يكون إيلان سعدون وآفي سبارتوس آخر من ستقتلهم الأيدي المتوضئة من أصدقاء وأحبة وتلاميذ وأبناء أبو العبد المبحوح.